ياسر المسح الرئيس الاتحاد بعد ان اعتمد قائمة المدربين للدوريات المختلفة لدور المحترفين دوري كأس الامير محمد بن سلمان ولدور الدرجة الاولى ولدور الدرجة الثانية لن يكون هناك مجالا لأي متدرب. المدربين عليهم ان يحصلوا على الدرجة الاولى وهنا الكرة الاولى وخطأ والهدف الاول للاخضر خطأ دفاعي من دفاع الجزائر والاخضر يتقدم بالهدف الاول يسجله لاعب العالمي يسجله لاعب العالمي الهدف الاول للاخضر السعودي وهدف من كرة ده لاعب الزعيم مصعب الجوير هو اللي يسجل الهدف الاول من تمريرة خاطئة من دفاع الجزائر ولكن لاعب الزعيم مصعب الجوير في التوقيت المناسب على يمين اكرم والناس الاخضر يتقدم بالهدف الاول عن طريق مصعب الجوير من بدري للاعب الزعيم مصعب الجوير هو اللي يتقدم بالهدف الاول لمصلحة الاخضر السعودي في مرمى ثعالب الفناك 1 السعودية لا شيء الجزائر خطأ دفاعي غريب من دفاع الجزائر ردت من جديد هذه لمسة في وسط الملعب عند عبد الله الزيد البحث عن عبد الملك العيري تذكروا هذا الاسم جيدا لكرة امامية حلوة انفراد يا راجل وركلة جزاء للاخضر السعودي عبد العزيز العليوة رقص الحارس ورقصنا كلنا وانذار على اكرم والناس في الدقيقة 16 وادي العليوة يا ولد كان ممكن اكرم يسيبه لكن شوف الانطلاقة الرائعة من العليوة اللي عدى من اكرم والناس اللي خد رجله والكرة الى ركلة جزاء لمصلحة الاخضر السعودي كلها خبرات سيستفيد منها الاثنين بالمناسبة كان ممكن يحطها من مرة واحدة جول وبالمناسبة كان ممكن اكرم والناس يسيب عبد العزيز العليوة ان هو ياخد الكرة ويخرج بيها برا ده عنده نقص خبرة لكن في النهاية العليوة نجح في الحصول على ركلة جزاء 17 دقيقة في واحدة من المباريات الحلوة والسريعة والممتعة وركلة الجزاء لمصلحة الاخضر السعودي عبد الله رديف هو اللي بيتقدم من اجل تسديد الكرة عبد الله رديف في مواجهة اكرم والناس وعبد الله رديف واكرم والناس بيتقدم عبد الله واكرم والمراد يا ولد يا اكرم حطها عبد الله لكن يا ولد يا اكرم يا والناس بيونس الجزائر كلها وبيقول لهم لا زال الامل موجودا حطها عبد الله رديف ولكن برافو اكرم والناس يا ولد طلعها ببراعة شديدة وانقذها والى ضربة ركنية اوراوا هو الاخر متواجد في ارضية الملعب يشاهد المباراة وانطلاقة بالعرض يا ولد عادل بولبينا يسلم الكرة على حدود المنطقة محاولة البحث عن الجبهة اليمنى بدوروا على يونس ايت عامر ولكن يطلعها كويس عبد الملك العيري نزلت بالحج اشكال لمسة في اليسار وهنا العرضية حلوة والتعادل بولبينا ضيع 3 مرات ولكن الرابعة سجلها عادل بولبينا يعود الجزائر عن طريق عادل بولبينا اللي يسجل التعادل في الدقيقة 53 هو عادل بولبينا اللي يستغل العرضية المتخنة ويعيد الجزائر مرة أخرى للمباراة شكون احنا الجزائر يرجع المنتخب الجزائري وادي الكرة العرضية عادل بولبينا عدت من محمد بكر ولكنها ما عدتش من امام عادل بولبينا يا ولد يا مهدي يا توانتي ويا ولد يا عادل بولبينا على يمين اسامة المرمش هو هدف التعادل في المباراة الاخضر الجزائري يعود في الدقيقة 53 عادل بولبينا هو اللي يسجل هدف التعادل دلوقتي في أرضية الملعب ليشتعل اللقاء من جديد وهي المنعطف الأخير من المباريات وأهم الدقائق في المباريات كما يقول باساريلا المدير الفني الأرجنتيني اللي حصل على كأس العالم 78 لاعبا ومدربا في 86 وضربة ركنية تتلعب عالية فيها خطورة والهدف الثاني محمد بكر
بكري يسجل الهدف الثاني للأخضر السعودي، الهدف الثاني عن طريق محمد بكر بعرضية متقنة ويخطئ فيها الدفاع الجزائري ويعاقبهم محمد بكر بالهدف الثاني. 2 الأخضر السعودي، 1 ثعالب الفناك الجزائري، ومحمد بكر هو اللي يسجل الهدف الثاني من عرضية متقنة والهدف الثاني لمصلحة الأخضر السعودي. 2-1 واحتفال على طريقة روماريو وبيبيتو ومازينيو. يا ولد يا ولد يا ولد، نزلت له لا وقف ولا حاجة، خدها كده خدها كده، ده ايه ده، خدها بقدمه، خدها بي يعني زي ما بيقولوا ايه، خدها بي بقصبة رجله، حطها حلوة على يسار الحارس نبيل والناس. الاخضر السعودي يتقدم بالهدف الثاني ليشتعل اللقاء من جديد، 2 السعودية 1 الجزائر هنا في نهائي كأس العرب للمنتخبات. 2-1 2-1